كابتن عصام مرعي الشهير بكرتون النهارده مؤكد انه زي ما كان عينك على مباراه الاهلي وانت بتلعب فريق مصر، عينك على سيمي فاينال افريقيا الرجاء وانت بتلعب مع النادي الاهلي. هل ده ممكن يخليك تغير من طريقه اللعب؟ لا، في مباراه النادي الاهلي اعتقد ان هو خاض السوبر الافريقي والسوبر المصري بنفس التشكيله دي، والتشكيله دي هي اللي نجحته في المباريات دي حتى في الادوار في الذهاب والاياب بالنسبه لفريق الترجي واقصى الترجي والوصول للنص النهائي ديت. فدي في حد ذاته ده نجاح لمصر كارتيرون. ما بيخرجش عن التشكيله دي يا كابتن شوبير، ما بيلعبش في طريقه اللعب. هو طريقه اللعب الثابته دايما بالنسبه لكارتيرون في جميع مبارياته كله، هو حاجه واحده بس اللي بيعملها، ان هو بيحافظ بشكل كبير جدا في المباريات الكبيره انه يقفل نص ملعبه كويس جدا، ودي بيعملها بشكل كويس قوي. يعني بيلعب مثلا في حوالي 30 40 يارده لو بلاعب النادي الاهلي، بلاعب الترجي، وده كويس جدا. وده كويس جدا ان انت كمان ما بتبقاش بتلعب بطريقه دفاعيه، لكن انت بتلعب باسلوب بتكتيك. ان انت بتلعب، هو اللي يهم كارتيرون في المباراه دي انه ما يخسرش، انه ما يخسرش ده مهم جدا. لانه في نقطه مهمه جدا يا كابتن شوبير، الزمالك لا قدر الله لو خسر في هذه المباراه، لو خسر في هذه بترجع كارتيرون لنقطه الصفر تاني.